السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء. في هذا الفيديو سأقدم لكم وضعية إدماجية عن آفة التدخين، أتمنى أن تنال إعجابكم. المقدمة: من الآفات التي ابتليت بها مجتمعاتنا آفة التدخين، حيث غزت سحب دخانه لتشمل كل أماكن تواجدنا، وهناك العديد من الأمراض الخطيرة التي يسببها التدخين كبعض أنواع السرطان وضغط الدم. العرض: يرى بعض أشخاص أن التدخين عادة طبيعية تتمثل في استنشاق المواد السامة على سبيل المتعة أو تفريغ التوتر أو الغضب أو غيرها من المشاعر السلبية، ولهذا فإن التدخين يعد من مسببات الموت البطيء للإنسان. التدخين يعتبر من أسباب هلاك الإنسان وتدمير صحته، والسبب الرئيسي للإصابة بأمراض خطيرة، أبرزها وأخطرها سرطان الرئة الذي ينتشر بين المدخنين بنسبة كبيرة، إضافة إلى الأمراض التنفسية والأمراض الالتهابية وأمراض القلب والأوعية الدموية، إذ يسبب التدخين ارتفاع ضغط الدم. ولا ينحصر هنا، أعتذر على الضاد، اكتبوها فقط أو صححوها، ولا ينحصر خطر التدخين على المدخن فقط، بل يمتد إلى الأشخاص المجاورين له الذين يعدون مدخنين سلبيين، لأنهم يستنشقون الدخان مما يؤثر على صحتهم كثيرا. الخاتمة: ولهذا يجب القضاء على التدخين بالتوعية في البيت أولا، لأن الأب والأم هما القدوة الحسنة في تربية الأبناء على القيم الإسلامية، مع الرقابة كي لا ينجرفوا مع أصدقاء السوء. أتمنى أن تنال إعجابكم هذه الوضعية الإدماجية البسيطة. وفي الأخير أقول لكم: لا تنسوا الاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد، وإلى الملتقى إن شاء الله. أقول لكم سلام.